الطريق من منطقة نهر الكلب وإليها شائك وعر، لا بالمطبات إنما بالتفسخات التي أصابت مسرب الذهب والإياب الملاصق للنفق والجسر الذي يليه. البحر لا يزال يطمع في اليابسة هنا، أمواجه لم تردعها أي صخور، هي غير مبالية بإيصال المياه إلى البنى التحتية للطريق المعبدة والتي بدأت تنهار على مسافة قريبة من السيارات المارة هناك. أنت رح نبلش بالخطوات العملية، الخطوات العملية بالأعمال بالإنشاءات. الخطوات العملية أنا يمكن مش أكثر من أيام، أو ما بدي أقول ساعات، أيام معدودة بدأ شركات للمناقصة. ده بياخد وقت المناقصة كمان؟ هلأ عندي هون لا إن شاء الله ما بتاخد وقت طويل، لأنه أعطيني المجلس الوزراء بالتراضي ورح تكون شركات متخصصة بهالأمور. إن شاء الله بأقرب وقت رح قبل ما ترجع تجي عاصفة أخرى يعني. إن شاء الله. وعد وزير الأشغال تحقق ولكن بخجل، وبعد أيام لا ساعات أجرينا اتصالا صباحا بالوزارة سائلين عن تاريخ بدء العمل ولم نحصل على الإجابة، إلا أننا عندما ذهبنا لمعاينة المكان فوجئنا بالورشة التي بدأت ظهرا. العمال رفضوا الكلام عن توقيت العمل وإلى متى ستدوم أعمال الردم، واكتفى أحدهم بتمثيل دور الأبكم عاكسا بذلك حال موظفي الدولة الذين يرون الأخطاء ويسكتون عنها لأجل لقمة عيشهم. شو اليوم؟ اليوم بلشتوا شغل؟ ما بتحكي؟ أعمال ردم الشاطئ بدأت إذن، والشاحنات لم تهدأ عن العمل منذ وصولها إلى المكان، إلا أن الأيام القليلة المقبلة وحدها ستكون كفيلة بمعرفة جدية إنجاز المشروع الذي يؤمل ألا يكون كغيره من المشاريع التي كلما طال أمدها طالت أزمة المواطن واتسعت جيوب المستفيدين من أصحاب التلزيمات وأصحابهم. الأمتار الفاصلة بين البحر واليابسة ليست مشهدا مغريا هنا، إنما هي مشهد خطر بامتياز تهدد الأمواج فيه بإغراق الطريق العام في بلد عامت فيه كل ملفات الفساد ولم تهرع إليه أي من فرق الإنقاذ. من منطقة نهر الكلب، حسين خريس، أم تي في.